الله مساءكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى تفاصيل نشرتنا المحلية. لا تعير مصالح بلدية البيض أي اهتمام للمنظر الجمالي للمدينة ولا حتى الوقاية من الأمراض، فأكوام القمامة هو المشهد الطاغي على أغلب شوارعها. المزيد في سياق تقرير نور الدين الرحماني. تجد مصالح بلدية البيض خلال أيام رمضان صعوبات كبيرة في رفع القمامة من أحياء مدينة البيض، ما خلق مناظر ومشاهد أثارت استياء سكان المدينة. ديحت الزوبيا ما تكلمش بها، أراح تشوف شو صار في الشارع، شو صار في الشارع يا صاحبي، أراح تشوف. خلي البيض راهي خانزة، طبنا نيشان. ما زاد من تعقيد الوضع إقدام عمال مصالح البلدية على حرق الكثير من أكوام القمامة وسط التجمعات السكانية كما يحدث بالقرب من الحي الإداري، كما أن نقص الإمكانيات لدى عمال النظافة يجعلهم في مواجهة أعمال شاقة بإمكانيات شبه معدومة. المشاكل اللي عندنا، عندنا قاضي تطبيب ما كانش، عندنا قاضي الكسوة، عندنا قاضي ماتيريال، رئيس الحاضرة عيا يحضر عيا يجري عيا كيدير على بال الماتيريال نقاد، الماتيريال ناقص. من أبسط حقوق المواطن هو أن يسكن بمحيط نظيف، تطلع يبقى بعيدا لحد الساعة بمدينة البيض. أثار تشخيص مديرية التربية لولاية الأغواط للمناصب الشاغرة في الأدوار الثلاثة غضب المترشحين الذين رفضت مصلحة الامتحانات ملفاتهم بحجة عدم وجود مناصب ببلديتهم، ما دفع بنقابات القطاع إلى رفض هذا التصرف. وكانت ولاية الأغواط قد استفادت من 59 منصب شغل للتعليم الثانوي و171 منصبا للطور الابتدائي و60 منصبا للطور المتوسط. ميكروفون سعد بالعرج. رحت ندفع في الملف تاعي في مديريه التربيه، قالوا لي باللي المنصب ما كان، المنصب تاعك ما كانش البلديه تاعك. اذا كان السنه ما كانش منصب، العام الجاي ما كانش منصب، العام اللي ما كانش منصب، وانت غادي، وانت غادي نقبض انا الى متى؟ بالنسبه للولايات الاخرين يقول لك ما عندكش اقامه. اجتمعنا بمدير التربية يوم 1/7/2014 وكان اللقاء أننا وضحنا له تعديات على النصوص القانونية في الخاصة بالمسابقات والامتحانات، كذلك أنه أن هذا التشخيص مخالف للصفة الأمرية 06/03 الخاصة بالوظيفي العمومي الذي يعطي الحق ومبدأ المساواة في التوظيف بالنسبة لجميع الذين يحملون الشهادات. في القطاع الفلاحي نجح فلاحو ولاية ميلا بعد احترامهم لإرشادات المختصين من الحصول على نتائج جد مرضية، حيث بلغ منتوج القمح أزيد من 1 مليون قنطار. تقرير صفيان بغون. حققت الأراضي الفلاحية المزروعة في مختلف بلديات ميلا منتوجا معتبرا من القمح هذه السنة فاق 1 مليون قنطار، حيث بدأت مختلف نقاط التجميع بالبلدية في تحصيل المنتوج المعتبر. وصلنا لحد الساعة إلى 1,529,000 قنطار، وهذا المنتوج راهو جاء من الفلاحين اللي استعملوه كامل الأدوية الأزوتية والفوسفاتية في الوقت المناسب نتاعها، وكذا استعمال الأدوية لمكافحة الأعشاب الضارة. المساحة المزروعة بالقمح بصنف القمح الصلب يمثل 56% من مجموع الإنجازات. سمحت إذن المتابعة الجيدة للفلاحين للتوجيهات الخاصة بأوقات المراقبة الصارمة لوضعيات الأراضي المزروعة في تحصيل الكم الهائل، إضافة لتخصيص 14 مركزا للتجميع قصد التقرب من الفلاحين. رانا نجيو ندفعوا في الوقت ونهزوا كل حاجة في وقتها، كما نقولوا زريعة فاصفاط، وليا ما تدورنا في الدفع ما تلقاو حتى صعوبات. منين نجيو ما كانش لاشين كيما هاد العوام، نقولوا السنة مخدومة مليحة والحمد لله. بينما يظل العائق الأكبر هو نقص اليد العاملة بمختلف فروع تعاونية الحبوب والبقول الجافة، مما دفعها للتعامل بأكياس تحمل 15 قنطارا تنقل بواسطة الحاملات لتدارك العجز القائم. تستقبل محلات مواد الحلويات حشودا كبيرة من العائلات الصيفية خاصة في النصف الثاني من شهر رمضان، لما تتميز به هذه المنطقة من عادات وتقاليد في تحضير أطباق الحلوى بمختلف أنواعها. ورقة في الموضوع لفارس شايب.
تستقبل محلات مستلزمة الحلويات حشودا كبيرة من العائلات الصيفية خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان استعدادا لعيد الفطر المبارك، فتقاليد المنطقة تفرض على العائلات التحضير جيدا لهذه المناسبة. عندنا تقاليد تاوعنا، لازم نديروا القاطو للولاد، لازم نفرحوا العائلة، لازم نديوا تقاليد تاعنا، لازم نديوا القاطو للعائلة، نديوا العجوز، نديوا الاقارب تاوعنا، نفرحوا الاولاد صغيرين. بيرسونيلمون جوبت بور الكروكي تاع بكري، يعني نقول لك تاع صح هذول اللي فيهم المواد الكيميائيه ولي كولور وداك، ما عنديش لا باسيونس باه ندير، مي ندير حاجه اللي ما تكلفش بزاف اون ميم طون بنينه. فهناك من يرى أن إعداد أطباق الحلوى ومهما كانت تكلفتها هي واجب مقدس عند الصيفيين وفعلوا خيرا لتوديع الشهر الفضيل، وهناك أيضا من يرى أنها مجرد تجارة وفرصة لا تعوض لتحقيق أرباح وفيرة. احنا تجر نوجد روحنا في 15 يوم الأخرين هذا تاع رمضان، إقبال بزاف على حموة الحلويات اللي هنا عندنا، خاطر شي حاجة الأولى بري رخيص، دوزيامو زات الريزيطا تاع الباك وتاع البياف وتاع السيزيام جات روطار شويه، جات مع رمضان وذاك زاد اقبال بزاف. حلويات متنوعه ابدعت في صنعها انامل صيفيه يتقاسمها الغني مع الفقير يوم العيد في جو تسوده المحبه والاخوه. تمكن فياض الذي قدم من سوريا أن يحتل مكانة هامة في الشارع القلمي بسبب تميزه بصناعة الدجاج المشوي على الفحم، حيث يعرف محله إقبالا كبيرا خاصة في شهر رمضان. تقرير فاطمة زهرة شماخ وشاهين زيزوي. طوابير طويلة يعرفها هذا المطعم، حيث يصطف أمامه المئات من الزبائن الذين يقصدونه من كل مكان ينتظرون دورهم للظفر بدجاجة محمرة على الفحم. دجاج يطهى في هذا المطعم بطريقة خاصة. أخويا اللي حاب تأكل هاو الدجاج في الشارع تطوع تأكل وتسبل. الدجاج هذا الله يبارك مليح والناس كل فيه تدي وتأكل الناس كل تأكل. هذا الدجاج هذا نوعية جديدة هنا في قلم على كل حال. أظن بلي هذه أول مرة اللي يحطوا هذا الدجاج هنا في قلمة وراوا عليه إقبال كبير. هذه الطريقة الخاصة لطهي الطعام والمعتمدة أساسا على الفحم والدجاج المعالج بالتوابل جذبت العديد من المواطنين، حيث يصل الطلب إلى حوالي 2000 دجاجة يوميا. في شهر رمضان الكريم نخدم دجاج على الفحم، حبينا نسيوه والشعب عجبته هذه الفكرة أكيد. طبعا فائدته هذا ناقص كوليسترول وطيب على الجمر، في التوابل تاعه بيجي حاجة أفضل من الدجاج الرودي. ويختلف الدجاج المشوي على الفحم عن الدجاج الآخر في نقص الكوليسترول والدهون، وهو ما يعود بالفائدة الصحية على مستهلكيه. عيوننا تبقى عالقة في غزة، تلفزيون النهار يتابع عن كذب كل المستجدات التي يوافيكم بها في حينها. حفظ الله فلسطين الحبيب، قلوبنا معكم يا أهل غزة. قاعد مع أصحاب بعد ما صلى التراويح، قاعد على باب دار أصحابه، الزنبو ماتوا وأصحابه كلهم استشهدوا، الزنبو.